كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها اليوم 5 جبات افتتحنا الترشيح الساعة 8 الصبح، باب استقبال طلبات الترشيح للانتخابات يفتح، والمشنوق يؤكد ميزتها عن سابقاتها منذ إعلان دولة لبنان الكبير. مشمش العكارية تشيع شهيدها، شهيد الجيش الذي سقط في مداهمات باب التباني، ومقتل المطلوب هاجر العبد الله. قصف وحشي على الغوطة الشرقية، ومجلس الأمن يتهم النظام السوري باستخدام الكيميائي في إدلب. صباح الخير. خطأ الاستحقاق الانتخابي بالأمس خطوة مفصلية لا عودة فيها نحو 6 أيار مع فتح باب الترشيح. هذه الخطوة الإيجابية في طريق تعزيز دور المؤسسات يلاقيها اليوم مناخ رئاسي مريح يتمثل في اجتماع بعبد المنتظر. فالرؤساء الثلاثة ميشيل عون ونبيه بري وسعد الحريري يلتقون بعد اختلاف حول مجموعة من الملفات السياسية، وبعدما مر البلد في قطوع كاد يطيح بمسار العهد. اللقاء ينعقد بلا جدول أعمال محدد، وهو مفتوح على كل العناوين. التقرير لشهير إدريس. تتجه الأنظار إلى قصر بعبدة، خصوصا نحو الاجتماع الذي سيعقد بين الرؤساء الثلاثة، وذلك لأول مرة بعد أزمة الفيديو المسرب للوزير جبران باسيل وما تبعه من أحداث. لقاء سيخفف التشنج الحاصل ويعيد البوصلة السياسية إلى مكانها من بوابة التهديدات الإسرائيلية للبنان، ويعيد الزخم إلى عمل الحكومة بعد الإنجازات التي حققتها في أول سنة لتشكيلها. أجندة مفتوحة على كل العناوين ومستجدات الساحة الداخلية ولا سقف لها، هكذا وصفت مصادر طرفي اجتماع رئيس الجمهورية ميشيل عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيعقد في بعبدة. وفي المعلومات أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيشارك لاحقا في النصف الثاني من الاجتماع نظرا لارتباطه باحتفال يعود لمؤسسة أوجيرو. التهديدات الإسرائيلية للبنان لا سيما ما يتعلق بالبلوك النفطي رقم 9 والموقف اللبناني الموحد حياله سيكون أبرز المواضيع المطروحة، إضافة إلى مواضيع الساعة وما أنتجته الأزمة بين الرئيس بري والوزير باسيل على الأرض من مفاعيل وكيفية معالجتها. مصادر بعبدة أكدت للمستقبل أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان ستكون محور الاجتماع، إضافة إلى أهمية المحافظة على الاستقرار عقب الأحداث الأخيرة وتأثيرها على الانتخابات النيابية المقبلة. وأشارت المصادر إلى التأكيد على أن الأمور لا تحل في الشارع بل عبر طاولة الحوار أو التفاوض بين الطرفين، ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية سيؤكد أنه رئيس كل اللبنانيين ويجب الفصل بين دوره ودور التيار الوطني الحر. مصادر عين التين أكدت للمستقبل أن لا عتاب من جهة الرئيس بري حيال ما جرى في الآونة الأخيرة، خصوصا أن الرئيس عون بادر إلى الاتصال للدعوة إلى الاجتماع وهو من يضع الخطوط العريضة، وسيستمع بري إلى ما سيطرحه الرئيس عون ليبني على الشيء مقتضاه، وهو ليس بوارد التصعيد في أي قضية وجمهوره ملتزم بالتهدئة، لكنه سيشدد على موضوع الحفاظ على الدستور وعدم تخطيه، إضافة إلى ضرورة عدم إنشاء أعراف جديدة لا لزوم لها. وأشارت مصادر عين التين إلى أن الرئيس بري سيؤكد على أهمية عدم الانجرار وراء الفتنة الداخلية من قبل كافة الأطراف لا سيما من قبله، إذ أنه يرفضه بدوره رفضا تاما ويبذل جهودا كبيرة لعدم جر لبنان إلى ذلك، لأن لديه معلومات مؤكدة عن محاولات حثيثة لزج البلد في الفتنة. ولا يتراجع الرئيس بري عن موقفه من الطلب من الوزير باسيل الاعتذار من الشعب اللبناني. وسط هذه النيات الإيجابية عشية لقاء بعبدة، تم تعزيز احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد غد الخميس وبجدول أعمال فضفاض. وذكرت صحيفة الجمهورية أن بعض الوزراء تلقوا إشارات بالأمس حول أن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء. أكد الرئيس سعد الحريري أن التوافق في لبنان واضح وكبير، مشددا على الاستمرار بهذه الأجواء لمصلحة البلد. للعمل بشكل أفضل خدمة للبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا،
هذا ما دعا إليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله في السراي الحكومي أعضاء السلك القنصلي برئاسة عميد السلك جوزيف حبيس. الرئيس الحريري شدد على ضرورة أن يكون هنالك كوتا نسائية مستقبلا ضمن القناصل الفخريين. ما دام في وحدة وطنية بالبلد وما دام في يعني فكرة أو توحدنا حول الاستقرار وحول الأمن وحول أنه نتقدم بالبلد لقدام ومرقنا موازنة ومرقنا أنه الانتخاب جديد وكل هالأمور، يعني واضح أنه في توافق كتير واسع بالبلد. اليوم نحن قادمين على مشاريع كتير كبيرة وخاصة بمؤتمر باريس اللي هو حيكون يعني انطلاقة كبيرة إن شاء الله للاقتصاد الوطني اللي بيركز على كل البنى التحتية نرجع نقوم فيها، وهيدي فرصة كمان لألكم إنه هيدا المشروع اللي عم نقدمه في لبنان كمان نجذب الاستثمار عليه ونجذب الشركات الكبيرة عليه، وأيضا في مؤتمر روما كمان اللي هو لإعادة يعني لتسليح الجيش اللبناني وتدريبه وأيضا القوى الأمنية العسكرية الأخرى، ونحن مقدمين استراتيجيات بهذا الموضوع. في مؤتمر بروسلز اللي هو له دخل في النازحين السوريين كمان، يعني هذا أيضا يجب يعني التركيز عليه. من ناحيته أثنى عميد السلك القنصلي على حكمة الرئيس الحريري في تدبير عمل مجلس الوزراء الذي حقق إنجازات كبيرة خلال أشهر قليلة. وفي نهاية اللقاء جرى حوار تمحور حول دور القناصل الفخريين في تسويق موقف لبنان لدى الدول التي يمثلونها. وكان الرئيس الحريري قد استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث ريتشارد وعرض معها المستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون في حضور وزير الثقافة غطاس خوري وعرض معه شؤونا عامة. ومن زوار السراي وفد من عائلة الراحل بيير صادق سلمه دعوة لرعاية معرض بيير صادق تحت عنوان يحاكي التاريخ الذي سيفتتح في 7 شباط المقبل في متحف سرسق. انطلقت مرحلة الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، ودونت بورصة التسجيل بالأمس أسماء مرشحين. التقرير لشرب العب. رسميا دخلت البلاد أجواء الانتخابات، وأول غيفها فتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض المعركة الانتخابية في 6 أيار المقبل. في مبنى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أنجزت كافة الاستعدادات وبدأ تقديم طلبات الترشيح أو الاستفسار عنها. اليوم 5 شباط، افتتحنا الترشيح الساعة 8 الصبح، بيستمر أثناء الدوام الرسمي لساعة 3:30. لحد هلأ تقدم شخصين، قبل شوي كانوا شخص واحد، واحد عن دائرة شمال الثانية وهلأ عن بيروت الثانية السيد فؤاد المخزومي. وعنا هلأ نحن لستة أدر لساعة 12 بالليل بيخلص فترة الترشيح الفردي، بيرجع عنا من 7 أدر ل 21 أدر بيخلص فترة الرجوع عن الترشيح، بيرجع عنا من 22 أدار ل 26 أدار بدهم ينضوا المرشحين بلوائح. كل شخص مرشح فردي ما بينضوي بلائحة فساعتها بيسقط ترشيحه. مبدئيا كله ممتاز والإدارة جاهزة. الجديد بالموضوع هو اللي بدهم ينضوا بلائحة آخر 5 أيام، وكل مرشح ما بينضوي بلائحة ساعتها بده يسقط ترشيحه. تزامنا وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلمة قال فيها إن العملية الانتخابية ستكون مميزة، إذ أنها ليست كسابقاتها في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير. وأضاف هذا الاستحقاق يأتي ليس فقط بعد انتظام دام 9 سنوات ووضع حدا لأكثر من تمديد، بل الأهم أنه جزء من عملية تحديث وتطوير لا سابق لها ويتميز بأكثر من عنصر تغييري جدي. وتابع الأهم أن الانتخابات ستجري في مواعيدها وأن هذا الالتزام ثابت وأكيد ولا رجوع عنه، وبالتالي فإن لبنان بات على السكة الصحيحة ديمقراطيا. وتمنى المشنوق للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل، كما دعاها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحا واقتراعا.
استعادت منطقة باب التباني في طرابلس هدوءها بعد توتر شهدته على إثر ملاحقة عدد من المطلوبين الخطرين، بينهم المدعو هاجر العبد الله الذي قتل لاحقا في اشتباك مع الجيش. المداهمات التي نفذها الجيش ليلة الأحد أسفرت عن استشهاد الجندي خالد محمود خليل الذي شيع في مسقط رأسه في مشمش العكرية. التوتر الأمني مر من هنا مجددا وإن لليلة واحدة. الجيش اللبناني قام بمداهمة في محلة التباني في طرابلس لتوقيف عدد من المطلوبين بينهم المدعو هاجر العبد الله الملقب بهاجر الدندشي، وخلال المداهمة تعرض الجيش لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية ما أدى إلى استشهاد الجندي خالد محمود خليل وجرح 5 عناصر آخرين. العملية لم تنتهي هنا، فقد لاحقت عناصر الجيش العبد الله واشتبكت معه ما أدى إلى مقتله، فيما أوقفت شقيقه المدعو بلال، وقد تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية والمبالغ المالية، وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. كما قامت فرق الهندسة في الجيش بتفجير قنبلتين وجدتا داخل المبنى الذي تحصن فيه الدندشي. وبعد صلاة الظهر شيعت بلدة مشمش العكارية ابنها المجند الشهيد خليل، وقد صلي عليه في مسجد بيت خليل ووري في الثرى بجبانة وطى مشمش. نعم، شهداؤنا هم عنوان عزتنا وكرامتنا، تحية إلى جيشنا، إلى شهداء جيشنا. وكانت قيادة الجيش قد نعت خليل وهو عازب ومن مواليد 13/3/93، مددت خدمته في الجيش اعتبارا من 28/3/2014، ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 11/11/2015. حائز تهنئة العماد قائد الجيش. بالنشرة بعد الفاصل، نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تواصل تحركاتها. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط رؤساء الروابط المختارين من كافة المناطق اللبنانية. مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت أعلن أن الرئيس الحريري وعده بأنه سيتم تعيين مجلس إدارة للصندوق التعاوني للمختارين في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء، وأضاف إن البحث تناول مساهمة وزارة الداخلية في الصندوق، وأن الرئيس الحريري وعد بمتابعة الملف مع وزير المالية بعدما وافق على المسألة وزير الداخلية. ولفت كبريت إلى أن الرئيس الحريري دعا المختارين إلى البحث عن آليات عمل ومقترحات جديدة تحضيرا للحكومة الإلكترونية عند بدء العمل فيها. أصدرت المحكمة العسكرية قبل أيام حكما بحق المدعو شاكر البرجاوي، قضى بسجنه سنة غيابية في ملف الاشتباكات المسلحة بمحيط المدينة الرياضية في 23 أذار عام 2014. الحكم دفع بأوساط قضائية إلى طرح علامات استفهام عن سبب تبرئته من جرائم الإرهاب. التقرير لربيع شنطر. في الثاني من شباط الجاري أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بملف الاشتباكات المسلحة التي حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ 23 آذار 2014. وقد حكمت المحكمة على المتهم بالقضية شاكر البرجاوي بالسجن سنة غيابيا بعدما أدانته بمودة جنحية معلنة براءته، وأبطلت التعقبات بحقه من الجنايات التي أحيل بموجبها في قرار الاتهام الصادر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري مارون زخور بتاريخ 30 آب 2014، والذي كان قد اتهمه بجنايات مواد قانون الإرهاب وجناية القتل العمد ومحاولة القتل، علما أن عقوبة هذه الجنايات تصل إلى الإعدام. هون في علامة استفهام كبيرة من الناحية القانونية، من ناحية حتى بالشكل منلاقي أنه المحكمة العسكرية كانت متسرعة وسريعة بموضوع جلسات ملف شاكر برجاوي. حقيقة هذا دليل ما بيبشر بالخير من الناحية القانونية. هل هناك مسار قضائي نتجه إلى ميشيل سماحة آخر؟ هل نتجه إلى جريمة
كبرى مثل اللي صارت ب 23 اذار 2014 الى مواد جنحيه، هل يحق له ان يترشح من الناحيه القانونيه؟ يجب ان يصدر الحكم باسقاط حقوقه المدنيه، ولم تسقط حقوقه المدنيه، وسبق وتابعنا نحن كمحامين وكرجال قانون بالسابق واليوم وبكره فيما يتعلق بصلاحيات المحكمه العسكريه وتعديل صلاحياتها وتقليص صلاحيات النظر بالدعاوى يعني التي يعني ترسل اليها. ويبقى السؤال الاساس، على ما استندت المحكمه في تبرئه البرجاوي من جرائم الارهاب وصدى صوت القذائف الصاروخيه التي اطلقها وجماعته في 23 من اذار 2014 لا يزال حاضرا في الطريق الجديده وفي كل بيروت. ترأس قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري الاجتماع الثلاثي الدوري في رأس الناقورة بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني، تمت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701 والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني. وقد عبر الجانب اللبناني عن شجب الحكومة لتهديدات بعض قادة العدو ومزاعمهم حول عدم أحقية لبنان باستغلال بلوك البحري النفطي رقم 9، مشددا على أن هذا البلوك يقع بكامله ضمن المياه الإقليمية اللبنانية. تتجه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى تصعيد تحركاتها مع تنفيذ اعتصاما اليوم أمام وزارة التربية عند الساعة 12:00. التقرير لغيدة جمال. حلقة جديدة من مسلسل تحرك نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بدأت. اليوم الأول اقتصر على الإضراب والاعتصام في مكتب النقابة ومكاتب المحافظات ومن خلال مسيرات سلمية في طرابلس، احتجاجا على عدم تطبيق المدارس القانون 46 وحجزها الدرجات الست للمعلمين، إلا أن اليوم الثاني من الاعتصام يحمل تصعيدا. الأمور منا إيجابية ومنا رايحة لمطرح لمصلحة المعلمات والمعلمين، راح يكون في تحرك، التحرك راح يكون اعتصام أمام وزارة التربية خاصة لزملائنا المتقاعدين، بالتالي مطلوب من كل الزملاء بكل المدارس يلي بعد ما أخذوا حقهم أنه يعبروا عن رفضهم بهالشيء. بعض المدارس لبت النداء فيما أبقت مدارس أخرى أبوابها مفتوحة، فضلا عن ممارسة بعض إدارات المدارس ضغوطات على المعلمين. واجباتها للدولة، وهون العتب، انه تحط هالقانون موضع التنفيذ، تلاقي آلية للتنفيذ، مش آلية لحتى يغير القانون او آلية تعدل القانون او آلية تحرم المعلمين. في ثلاثة ركائز صحيح، بس في ركيزة هي الأساسية يلي هي المدرسة وإدارة المدرسة. نحن عم نقدم خدمة، الأهل طالبين هالخدمة، ولكن اثنيناتنا نمر عبر الإدارة. إذا كل المعطيات موجودة عند الإدارة، ولكن ما فيها تحتفظ فيهم تحت عنوان انه القانون ما بيسمح لكم تشوفوا موازنات. اذا صرنا بموضوع هالقد متشابك، كل الامور لازم تكون على الطاوله، كل الوراق لازم تكون على الطاوله للاطلاع وللاقناع على القليل لنكون كلنا سوا بخندق واحد. ويامل المعلمون في المدارس الخاصه بان تحل ازمتهم، والا فان اللبنانيين سيكونون على موعد مع اضراب مفتوح. جوله جديده من التصعيد النقابي بدات ومستمره على مدى يومين بين حقوق المعلمين وجيبة الأهل والأساتذة، تبقى مصالح التلامذة على المحك بانتظار مجيب. غيدة جبيلي، تلفزيون مستقبل. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. إيران تطالب تركيا بوقف عملية غصن الزيتون. أهلا بكم من جديد. صعدت المقاتلات الحربية الروسية والتابع للنظام السوري من قصفها لمدن الغوطة الشرقية وبلداتها، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. ومجلس الأمن يتهم نظام الأسد باستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.
لم يرد الوقوع في قبضة فصائل المعارضة السورية، ففتح قنبلة يدوية وفجر نفسه بعد أن اشتبك في الهواء أثناء هبوطه بمظلته مع عناصر المعارضة التي أسقطت الطائرة الروسية من نوع سوخوي 25 المتطورة بصاروخ مضاد للطيران، ولأجل إسقاط طائرتها ولمقتل طيارها الذي أمعن في قصف المدنيين لم تترك الطائرات الروسية الأخرى مشفى طبيا إلا ودمرته على رؤوس من فيه، وكذلك بالنسبة للأحياء السكنية التي تحولت إلى رماد لتحصد عشرات القتلى والجرحى، ما دفع بالمعارضة للرد بإطلاق معركة لاستعادة مناطق خسرتها بريف إدلب. ولم تستفرد روسيا بإدلب فقط، بل صعدت من قصفها الوحشي مع النظام السوري على الغوطة الشرقية، حيث أوقعت مجازر راح ضحيتها أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح. وترافق القصف بالطيران والصواريخ مع هجوم بري لقوات الأسد التي خسرت 15 من عناصرها بكمين محكم نفذته فصائل المعارضة على جبهة عين ترما. بدوره طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف القصف الروسي، أما الكرملين فأعرب عن قلقه من امتلاك المعارضة في سوريا لمنظومات دفاع جوي محمولة، وصفها بأنها تشكل خطرا هائلا على الحكومات كافة. وعقب تقارير عن استخدام النظام السوري لغاز كلور على مدى الأيام القليلة الماضية في ريفي إدلب ودمشق، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة اعتبرت خلالها المندوبة الأمريكية نيكي هيلي أن روسيا تريد انتقاء المحققين في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتدخل فيما سيصدر في التقرير النهائي، لافتة إلى أن لدى واشنطن أدلة دامغة على أن الأسد استخدم غاز كلور في الأيام الأخيرة الماضية. بدوره كشف المندوب الفرنسي أن النظام لم يقدم تفسيرا مقنعا حول أسلحته الكيماوية، مشددا على أن النظام لن يتمكن من الإفلات من العقاب. لكن المندوب الروسي وكالعادة أشار إلى عدم اقتناع موسكو بتحقيقات لجنة حظر الأسلحة الكيماوية، معتبرا أن ما وصفهم بالإرهابيين بدعم من أصحاب الخوط البيضاء أي الدفاع المدني يروجون لشائعات ولصقها بالنظام. تقدم بطيء للجيش التركي وفصائل الجيش الحر في عفرين، وطهران تدعو أنقرة إلى احترام السيادة السورية. يواصل الجيشان التركي والسوري الحر تقدمهما في عفرين بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية، ويحاول الجيش التركي السيطرة على مدينة راجو التي تعرضت لقصف عنيف بعد أن حرر عددا من القرى المحيطة بها وآخرها بلدة سوركا، ليرتفع إجمالي القرى والجبال الاستراتيجية المسيطر عليها منذ انطلاق المعركة إلى 35 وتحييد أكثر من 900 عنصر من الوحدات الكردية بحسب الأركان التركية. وما يفسر التقدم البطيء للجيش التركي وفصائل الجيش الحر هو اللجوء إلى قضم المناطق في عفرين بشكل تدريجي نتيجة التضاريس الصعبة للأرض المليئة بالجبال والتلال، في وقت توجه رتل عسكري تركي جديد إلى ريف حلب الجنوبي. وسط ذلك تمكنت إحدى فصائل المعارضة من مصادرة شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة غرب مدينة حلب بالقرب من جبل الشيخ عقل، ولفتت المعارضة إلى أن الشحنة تحوي على صواريخ روسية مضادة للدروع وأسلحة من إنتاج دول حلف الشمال الأطلسي الناتو ومضاد للطائرات كانت في طريقها إلى وحدات حماية الشعب الكردية. في هذا الوقت دعت وزارة الخارجية الإيرانية أنقرة إلى وقف العمليات العسكرية في عفرين بشمال سوريا، محذرة من عودة عدم الاستقرار، وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بهرام قاسمي إلى أن استمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يساعد في عودة الإرهابيين على حد قوله، مشيرا إلى ضرورة التركيز على كل ما يتعلق بسوريا عبر عمليات أستانا. بدأت القوات الأمريكية بخفض أعدادها في العراق بعدما أعلنت بغداد النصر على تنظيم داعش واستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم الأمريكي بما يتلائم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة. من جانبه رفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء بتخفيض أعداد القوات، مشيرا إلى أن استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. اليوم 5 شباط، افتتحنا الترشيح الساعة 8 الصبح. باب استقبال طلبات الترشيح للانتخابات يفتح،
والمشنوق يؤكد ميزتها عن سابقاتها منذ إعلان دولة لبنان الكبيرة. مشمش العكارية تشيع شهيدها، شهيد الجيش الذي سقط في مداهمات باب التباني، ومقتل المطلوب هاجر العبد الله. قصف وحشي على الغوطة الشرقية، ومجلس الأمن يتهم النظام السوري باستخدام الكيميائي في إدلب. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص.